ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن الزعيم كيم جون الأون أمر الجيش وقطاع صناعة الذخائر والأسلحة النووية بتسريع الاستعدادات للحرب للصد ما وصفها بتحركات عدوانية غير مسبوقة من جانب الولايات المتحدة وخلال حديث عن التوجهات السياسية للعام الجديد في اجتماع للحزب الحاكم يوم الأربعاء. قال كيم أيضا إن بيون ليان ستوسع تعاونها الاستراتيجي مع الدول المستقلة المناهضة للإمبريالية.